أهلا بكم إلى أهم أخبار تونس، والبداية من الهجوم المسلح في بروكسل، حيث أعلنت وسائل إعلام بلجيكية أن المشتبه به في تنفيذ الهجوم الذي أودى بحياة سويديين تونسي الجنسية ويبلغ من العمر 45 سنة. أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط أن تونس تسير نحو طريق التعافي الاقتصادي، مضيفا أن زيارة وفد من صندوق النقد الدولي قريبا إلى تونس قد تفتح خيارات جديدة. أعلنت الهيئة المديرة لأيام قرطاج السينمائية إلغاء كل المظاهر الاحتفالية بالأيام وانطلاق الدورة 34 مباشرة بعروض المسابقة الرسمية، وذلك تضامناً مع الشعب الفلسطيني. انتخب التونسي محرز بوصيان رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية التونسية عضواً باللجنة الأولمبية الدولية خلال عملية التصويت المنعقدة بمومباي الهندية. ينظم مسرح أوبرا تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية حفلاً تضامنياً تخصص عائداته للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي. أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالتحفظ على رئيس بلدية سابق في إحدى معتمديات الجهة من أجل شبهة فساد تتعلق باستغلال وتغيير صبغة أرض على ملك الدولة لفائدة الخواص. نهاية النشرة وإلى اللقاء.